شو لعبتك يا رب؟ قديش انا؟ 52 كسر. قديش؟ 52 كسر. بطشي. ايه بحياتي ما لي طالع. بدك ثلاث ايام تطلع. قوم ولا قوم وديني، ما وعدت توديني ادهم؟ قوم يلا. بدي افهم شو ناطرك بالبيت. لكن اسبوع ما رحت على البيت ولو. اخ بعدين حاسس حالي رح يرخي بدني ونام هوني. عندي فئة مطلوع الضوء بتروح على المدرسة، لك حدا بيطلع على المدرسة من طلوع الضوء. الحق على سارة بيأمنت لك شغل. لك دخيلك انت وسع. شو ها؟ 250 كسر يا عم. لك شو ها؟ اسمع شو ها؟ شو ها؟ شو ها؟ في شيء زلزال يعني؟ لك لك شو؟ لك شو ها؟ الشرطة معبية الحارة وبيع على حظ بي انشحتت خلص. شو بقى؟ هلا طلعنا شرطة وحنا صار معبية الحارة أول بفكس شرفي فكر في شي 50 شرطة ليكون هذا اللي شفناه تحت أبو قلابية هو رأي الله يعطيك العافية. شو هالبناية هي؟ مصيبة هي مو بناية. سمعنا شوي يا حسن انشحتت ما في مجال. لك انت ايش حطك؟ ايش عم نحن؟ عود البيت ان شاء الله خلاص. يلا يلا ان شاء الله خلاص. ما هذا الكلب يا معلم. يا معلم ساعد صار له شيء؟ طارق لا لا ما صار له شيء ما صار له شيء بس شكله شربان شربان من كثير ما شربان ايش سمعنا يا عود سمعنا يا زلمه عفوا اختي انتوا طلبتوا الشرطه شيء؟ لا ابدا لاقي عندك شويه سبيرتو؟ اكيد لكن شيء مو في هذا المكان مو في هذا المكان عصره ليمونه حطوا له عصره ليمونه شلون يا الله ما طلعت عليك يا خانو لك كل يوم على هالمواد كل يوم ساعة بالحمام سارة لك سارة سيفون خربان على فكرة حاولت صلحه واشتغل بس أنا برأيي تجيب واحد مختص عالة صحية انت شو فيها أخصوا ما تواخذنا بلاقي عندك فرشاية سنان ليش لا ولا شي بس حابب بوي صباطي بالفرشاية هيك يا رب أنا طالب لك شو بقى بس ساعة بدي لحق تصحصح بس تماني شوي صحصح ايه يا زلمة شو بقى تشطفتني انت صحصح لحالك أنا مصحصح قاضي قاعد إذا ما قصرت ليش مضرب بطشة وحدة ما تعود تحس بشي مامي لفوق ولا تحت لفوق ولا تحت هيك هيك عد ثلاثة فوق ثلاثة تحت يلا حبيبتي حطيت الدولة على النار بس تخلصي لأمينة وتعالي يلا أنا لقيت حاضر سرا يا بعدي يا حبيبي يا
بس ان الشغار اللي جوا ما بيفيقوا الا بهي الطريقه. حتى ها شوف لك انت بتشتغل دربكاتي بالعاده. صباح الخير. صباح النور. مين فيكم المحامي بقى؟ انا رفيقه للمحامي. انا رفيقه المحامي. تشرفنا. اهلا وسهلا. بلشنا. صباح الخير. صباح الخيرات. لك ما اساس بتجيبهم الي هدول؟ اترك لي وحده بس هلا. ما رح تعرفي صعبه. ما عارف. شكرا كثير. شوفي لقلك اليوم مزاجي مرتفع بقرار، فقد ما حاولتي تنكدي علي ما راح يمشي الحال. بعدين ما عليك ملاحظه اني نايم في التخت؟ كمان نايم بالنيه؟ شو صفي؟ ناديا انت ما عندك حبيبتي فكره انه كيف بيكون المزح؟ لك شبكي؟ فايقين ورايقين وما احلانا شبكي؟ قول لحالك. لك انت ليش صايره ستريس؟ العمل الواحد ما بيلحق يحكي معك كلمه. كمان قول لحالك. بتعرفي شو؟ والله العظيم احيانا بيخطر لي انه بطل امزح معك. 100 مره قلت لك لا تمنني. صلحت سخان المي؟ اكيد لا. قلت لحدا يصلحه؟ كمان اكيد لا. كيف هلا بدنا نتحمم؟ ولي صور. خير بابا؟ شايفك اليوم فايقة بكير. صباح النور. كل تيابي صار بالدكوي. بابا حكيتي مع سعد؟ ايه بابا حكيت معه. واليوم اماني رايحة لعند لينا. ما بعتقد الامور تكون وصلانة لهالدرجة بيناتهم. بعدين هدول قد ما تخانقوا بيعرف سعد كيف يروقها. اول شيء ببعت لعند اماني بعدين بروح انا. اخ شو بيتخانقوا؟ لك ما صار لهم سنتين متجوزين. مو لهالدرجة بابا. بس هي كمان كثير منونة. هو اجدب. لك في عائل بيكتب على حاله مليون متقدم ومليون متاخر وغير مقبوضة. لك هذا كمان محامي وفهمان. شو لو كان جاهل شو بيساوي؟ رواق ابو سعد رواق. مو متحملة القصة كلها هالقد. لا متحملة متحملة ونص. وينك بابا؟ روحي اليوم لعنده وعدي انت مع لينا وفهمي منها. لا تخلي اماني هي اللي بتحكي لانه اماني بتضوج وما بنفهم منها شيء. عادي انت وياها وفهمي برواق شو الحكايه. لانه انا حاسس لك انه كريمه مثل العاده بدها تفبرك حكايه وقصص. ما نقعد نفهم شيء ما نضيع ونحن بدنا نفهم شو اللي صاير.